تمام، لكنها مقطوعة. لاحظ السيطرة، برشلونة يلعب في مدريد مو في برشلونة، يلعب في فيسنتي كالديرون وليس في الكامبرو. هو مسيطر، هو واصل، هو باقي انه يسجل الهدف الاول. متى يأتي الهدف الاول في هذه اللقطة؟ اوه، في هذه اللقطة، نعم، في هذه اللقطة، نعم. ومن من وبأي طريقة وبأي شكل؟ هدف رائع لرونالدينيو، رائع لرونالدينيو، باكورد جميل. لكن انت لاحظ معاي، لاحظ معاي ردة الفعل، الصداقة القوية اللي تربط مثلا ديكو ورونالدينيو، والفرحة الكبيرة للاعبي برشلونة، لأن لاعبهم، لاعبهم المحترم، لاعبهم الفذ، كلهم يبحثون عن عودة رونالدينيو إلى مستوى الآن. رونالدينيو، لاحظ 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 الكرة مرة أخرى. رونالدينيو بشكل جميل، رونالدينيو بشكل جميل، باكوير جميل في فيسنتي كالديرون، ومن رونالدينيو لاحظ مرة أخرى، شاب إلى الأمام. يا سلام يا سلام يا سلام على ريال مدريد. 22 هدف، صراع كبير، صراع مثير لغاية، وهدف جميل نشوفها في هذه اللقطة. لاحظ لاحظ ردة الفعل، لاحظ سرعة البديهة، لاحظ الشيء اللي يصير أمامنا من الألعاب. الساحر الجميل اليوم، الساحر يأتي ويعود إلى الزمن الجميل رونالدينيو، ولاحظ ردة الفعل. سجلوا في مرمى دلجادو، الذي سجلوا في مرمى البارسا بالذات. كرة تعود مرة أخرى، تشافي يلعبها على جهة اليمين، خطيرة، جوردي ألبا، جميلة، وكرة ذهب يا عيني، ذهب، نعم نعم، جول للبارسا. نيمار سجل عندك من الآن، دخل أغليل قلوبهم، أصبح معشوقهم. شوف اللقطة، الله يا بارسا، عرضية من داني ونيمار بالرأس، روعة روعة روعة. البارسا يعودون عن طريق نيمار، يسجلون، يتعادلون، لم يخسروا ولا يريدون أن يخسروا، ولم يعتادوا على الخسارة.